طعم وحش قوي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو ده بقى برعايه جوري. جوري لقيتها جايبه لي الانواع ديت، يعني انا ما كانش في دماغي ان انا اشتريهم اصلا او ان اجربهم، بس لقيتها شايله لي الشيبسيات اللي طالعه بالاطعمه الجديده دي، وقالت لي عايزاكي تجربيهم وتنزليهم عندك في القناه، فعشان كده قررت ان هي تطلع معايا وتدوق معايا ونشوف ايه، يعني هل الاطعمه دي هتطلع حلوه ولا لا. ومبدئيا كده من قبل ما اجرب، في اجماع على ان الطعم ده مش حلو. الطعم ده اللي هو بالسلطه، سلطه الحاتي، كل الناس مفيش حد بيشكر فيه. فاحنا معانا ثلاث اطعمه، ده كمان حاسه وحش بصراحه. احنا معانا ثلاث اطعمه، معانا ليمون معصفر وسلطه الحاتي وبالتوميه. فالواحد محتار يبدا بايه، ولكن بما ان هما بيقولوا ان ده وحش فتعالوا نبدا بالوحش. فيلا بينا نجرب. ما شكله كده من جوه؟ اهو اهو، ريحته غريبه. غريبه بصوا، وحاسين ان هو فيه توابل اصلا كتير، يعني يا رب يطلع كويس. خدي واحده. استني، ايه ده؟ يا ساتر يا رب، طعم وحش قوي. لا هو في طعم سلطة كده، عارفين مية السلطة؟ يعني هي شبهها. لا هو ريحته كويسة، بس لا في حاجة غلط. وحش وحش، ما عجبنيش، مش هكملها. يعني ده اديله 2 من 10. اتنين من عشرة. تعالوا بقى نجرب مع بعض اللي بالليمون المعصفر. ايه ده؟ مبدئيا من جوه اصلا شكله وحش قوي. بصوا شايفين عامل ازاي؟ وفاضي، يعني هو فاضي. بصوا يعني مفيش حاجة، ولكن هندوق منه واحدة عشان ايه، نقي واحدة تكون حلوة، ما تاكليش الوحش ده. يلا بسم الله. ايه ده؟ هما ليه كلهم وحشين؟ عشان طعمه شبه البريل اللي هو بالبريل. والله ما قادرة اكملها فعلا. طعمه هو في طعم الليمون المعصفر، بس يمكن انا عشان ما بحبش الليمون المعصفر مش عارفه، بس طعمه وحش. يعني مش ده الشيبس اللي انا اروح اشتريه واكله بصراحه، طعمه وحش. انت الامل، ده الامل بصراحه، يعني اتمنى انه يطلع حلو بجد. يلا بسم الله. يعني ريحته تومية. ريحته تومية. بسم الله. لا حلو. طعمه شغال. طعمه حلو قوي، يعني متقبلة ان اخلص اللي معايا. حلو بس مش لدرجة ان انا، ان ده يبقى الطعم المفضل ان انا اروح اشتريه مخصوص بصراحة. ايه؟ لا عجبني ده. يعني انت لو رحتي تشتريه مخصوص، هو كده كده الحمد لله طلع حاجة حلوة فيه، ان هما كاتبين طعم جديد لفترة محدودة، ان هو مش هيفضل معانا على طول، يعني دي حاجة كده بيجربوها. بس بالنسبة لي كتجربة ما كانتش ألطف حاجة. الأطعمة طعمها وحش قوي، ما عدا دوت نوعا ما كويس. الليمون المعصفر طعمه برضو سيء، ما حبتوش هو ولا السلطة، سلطة الحاتي الاتنين اديهم 2 من 10. ده بالنسبة لي أحلى حاجة، يعني أنا بالنسبة لي 10 من 10. هديله
6 أو 7 من 10 بالكتير، لان برضو مش دي الاطعمه يا جماعه اللي تخليك تخلص الكيس كله اساسا. يعني انا ما حبيتش، انا هديكوا كل الشيبسيات هديهم لك وانت مروحه خديهم. وبس كده، هي اللي قالت لي على فكره الفيديو. فلو في حاجة تانية جديدة ظهرت او اي منتج او اي حاجة عايزين نجربها او كده، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو لسه مش متابعيني لغاية دلوقتي، ياريت تعملوا متابعة وتشتركوا على صفحتي. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.